مشاهدي الساحل تي في عسلامة ومرحبا بكم. اليوم فريقنا في مواكبه الندوه الجهويه للتونسيين بالخارج اللي انتظمت في ولايه سوسه تحت شعار الاستثمار في ولايه سوسه باشراف السيد الوالي عادل الشلوي وبحضور مستثمرين تونسيين قاطنين بالخارج. الندوه هذه تعرضت وطرقت لاهم الصعوبات اللي واجهها المستثمر التونسي باش ياسس مشروعه في تونس. تابعونا في التقرير التالي. الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج اليوم هي ندوة سنوية للاستثمار خاصة انعقدت اليوم في ولاية سوسة معناتها وكانت حقيقة ناجحة بشهادة الجميع. الندوة هذه اليوم تناولت العديد من المشاغل. الحضور التونسيين بالخارج كان مكثف. اليوم حكينا على الاستثمار، حكينا على مشاكل داخلية داخل معناتها بين الإدارة التونسية وبين المواطنين بالخارج. اليوم فقط نحب نحكي على ولاية سوسة، أنا جديد في ولاية سوسة لكن معناتها ولاية سوسة هي راهي من بين الولايات اللي فيها كثافة مهاجرية، فيها حوالي 80,000 مهاجر. المواطن التونسي بالخارج في سوسة معناها ساهم في الاستثمار وساهم في التنمية الجهوية بما قيمته أو بما يعادل 149 مليون دينار، معناها قيمة الاستثمارات الجملية. اليوم معناتها مدينة مساكن فقط فيها تقريب 55% من عدد المهاجرين في ولاية سوسة، ومن بين المعتمديات القلائل اللي معناتها كانت عندهم فيه مكتب محلي بعد غمراسن. وانا نحكي لك لانه نحب نحل مكتب في المحرس، وهي دعوه للسلطه ولادارتي العامه باش نفعلوا هالمكاتب المحليه لان عندها معناها فاعليه وعندها جدوى كبيره جدا خاصه على مستوى القرب من المواطن بالخارج. الندوه هذه اليوم هي ندوه جهويه وسبقها انشطه معناتها قام بها الديوان على المستوى الجهوي، انشطه محليه وانشطه جهويه. اليوم ان شاء الله معناها خرجنا بتوصيات باش يقع ادراجها في الندوه في المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج اللي باش يقع معناتها الاسبوع القادم في قصر المؤتمر بيونس بتونس، وباش يشرف عليه ويفتتحه السيد يوسف شاهد رئيس حكومه الوحده الوطنيه، وباش يتناول زوز محاور اساسيين. هو المحور الاول هو معناتها الهويه الوطنيه، والمحور الثاني هو الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد معناتها في ظل التحديات. ان شاء الله معناتها في ان شاء الله معناتها هذه دعوه مفتوحه للتونسيين بالخارج باش يساهموا، خاصه احنا من سنه 2015 نخدموا على استراتيجيه وطنيه للهجره، ونحن مطالبين اليوم باش نخرجوا بقرارات تفعل الهجره وتساعدنا على الاقل معرفه ماذا يهم المهاجر خارج وداخل تونس. التوصيات اللي خرجتوا بها؟ والله اهم التوصيات بالنسبه هي معناتها كان نحكوا على المشاغل الخاصه، هو ثم مشاغل بالنسبه للتونسيين بالخارج خاصه على مستوى غلاء بطاقات السفر، على مستوى معنى الخدمات المزداد من طرف شركه الملاحه، من طرف الديوانه، من طرف حتى ديوان التونسيين بالخارج. فما مشاكل، فما خدمات، لكن فما نقائص وفما ايجابيات. التوصيات اللي خرجنا فيها انه خاصه السيد الوالي اعطى تعليمات انه باش يقع تركيز خليه انصات داخل مركز ولايه سوسه. الخلية هذه باش تهتم بالاستثمار، بالإجراءات الإدارية، بكل ما يهم التونسيين بالخارج، وإن شاء الله معناها احنا ترف فيها كديوان التونسيين بالخارج، وإن شاء الله تكون معناها عندها 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 فاعلية وتقدم الخدمة أو الإضافة المرجوة للتونسيين بالخارج. السلام عليكم، اون فيت انا شي الجيريان، نحب نعمل حاجة في تونس، مي مع لي بروبليم تاع الإدارة والأدوان و من المشاكل تاع إدارة والديوان، أما حاجة ما هي سهلة، ديما يصعبونا، ديما يقول دير هك دير هك، مي ما كان والو أون فيغيتي، ديما مصعبيننا، فوالا، تولي تهز روحك وتعاود تمشي تروح لفرنسا، فوالا، سي تو. الإدارة شنو هما الصعوبات مثلا الوثائق شنو؟ باغ إكزومبل في البابين تاع البنية تاع باش تخرج وثيقة، ديجا مو شوي ألجيريان، باش نخرج وثيقة لازم يقول لك ديما لازم معك المرأة نتاعك تونسية. قلت المرأة نتاعي ديما معايا سي با بوسيبل، ما نجمش، هي بعد عندها ما تعمل في فرنسا، لا هي بالولاد
عسامة أني سليم القاتي، خذيت الشهادة الأولى في البكالوريا متاع سويسرا بمعدل 19.53 على 20. في الأوبسيون متاعي هي فيزيك اي أبليكاسيون دي مات، معناها فيزيك ومات، ومعدل متاعي تسمى ريكور هيستوريك في سويسرا، معناها عمره لا صار. مقيم في نيوشاتيل في سويسرا، ومعناها باش نتكرم اليوم من عند السيد الوالي لهنا. معناها عملت زادة تيز في البكالوريا الغادي، عملت تيز مع ليكول بوليتكنيك فيدرال تاع لوزان، وماشي بعد نقرا في ليكول بوليتكنيك فيدرال تاع زوريخ في المات، وباش نعمل ليكونومي بعد. كيفاش ترى روحك تنفع تونس واقتصاد تونس وتونس بعد القرايه والشهاده هذه؟ والله اني توا معناها نقرا لبرا، جو في اكيرين معناها دي اكسبيريونس، وان شاء الله باش نروح لتونس بعد وننفع بلادي بعد لناخذ الاكسبيريونس لبرا ونقرا لبرا. معناها النجاح هذا شاطرك فيها ابوك اكيد، كانوا دور كبير وعائلتك في انها تساندك وفي انها تساعدك باش نجم تكون في المستوى هذا وتشرف بالحق وجه تونس وتوصل تشرفنا وتكون في المراتب الاولى دوليا، باش نقولوا دوليا ووطنيا. بارك الله فيكم، والله حقيقه معتي حسينا بنشوه كبيره، وحقيقة معتي ما كناش نتصوروا في الترحاب هذا، يعني أول مرة نحضر هو أخوه، حقيقة شرفوا تونس وجابوا معدلات معتي خارق العادة. في سويسرا يبدأ واحد تونسي باش يجيب معدل كيما هكا معتي مش سهل، وإن شاء الله ربي ينجحهم، وهما وطنيين ياسر يحبوا يرجعوا لتونس ويحبوا يفيدوا تونس ويخدموا تونس. كلمة أخرى للشباب اللي كيفك والشباب اللي يحب ينجح ويحب يرفع بالحق علم تونس عاليا، معناه شبابنا مش إرهابي، شبابنا أيضا شباب ناجح، شباب متفوق، شباب بالحق يرفع الرأس. والله سان غران تونور ليا باش كان نمثل تونس معناها في الخارج الغادي، وك علاش معناها توا في الأوقات الأخيرة سمعنا تونس ساعات في الحركات الإرهابية وفي الحاجات كيما هكا، واني الحقيقة معناها سان غران تونور حتى وقتها كتبوا عليا الصحافة السويسرية وكلموني غادي في سويسرا، معناها حبيت ديما نقول لهم أني سويسري صحيح لكن زادة تونسي وجاي من تونس وزادة عشت في تونس شوية، ومعناها بلاد المتيان كور. كعلاش معناها نحب نقول للشباب نتاعنا لازم ديما يقراو ديما يحاولوا تفوقوا، خاطر بالعمل هذايا نوليو نشروا البلاد ونوريو التوانسه مش كان في العمليات الارهابيه صرا، لكن زاد التوانسه ينجموا يقراو ونجموا ياخذوا المناصب العليا حتى في اوروبا ولا حتى في تونس. معناها يجوا مواطن عايش في الخارج، حليت مشروع لنا في تونس، المشروع توا عنده من افريل اللي فات معطل، ما تمش افتتاح نتاعو، اجراءات قانونيه لتو مازلنا متعطلين ومازلنا مش فاهمين تونس شنو قانونها. نحب نشوف حل كيفاش باش المشروع نتاعي يجري، المشروع نتاعي يمشي على روحه، معناتها يتحل المشروع هذا، ومشروع هذا بقيمته يخدم فوق ال 20 خدام، منهم جي 7-8 حسب الدراسه اللي عاملينها صاحب شهيد، ومازلنا لتو نجري، وان شاء الله في الاجتماع هذا بنشوفوا حل كيفاش باش يتحل المشروع هذا. اليوم قمنا بندوه وطنيه للتونسيين بالخارج باشراف السيد الوالي، فهمت، وبعض واستدعاء الاطارات الجهويه والمقيمين بالخارج، فهمت، باش نعملوا مداخله حول المجالات الواعده في القطاع الصناعي، فهمت، للوكاله النهوض بالصناعه، ومداخله حول قانون الاستثمار، ومداخله حول افاق الاستثمار الفلاحي بولايه سوسه فيما يخص القانون الجديد للاستثمار، فهمت، وهذايا كل باش نسهلوا للمقيم للتوانسه المقيمين بالخارج، ونعملوا اتصالات بالروابط مع الادارات الجهويه باش يستثمر ويركح اموره، وقدره ربي يلقى ما يخرج الا ما يلقى الاجابه نتاعو. انتم دوركم وسيط ولا حلقه ربط؟ انا وسيط بين المواطن التونسي والادارات الجهويه في، فهمت، في الاستثمار وفي الصناعة وفي الفلاحة، وفي حتى إذا كانت عندهم مشاكل اجتماعية أو حاجة بحضور الإدارات الجهوية يحل مشكلته ويلقى جواب للمشكلة متاعه.
والله معناتها الاجراءات احنا وقت اللي تو في الكلمه تاعي قلتها لكم معناتها شفتم قلناها لكم، واحنا راهم هذوما راهم جزء لهذا جزء من المجتمع تاع تونس وراهم بصماتهم هما واضحه معناتها وقت اللي تعرف معناتها تو حد الوضع معناتها هو المستثمرين الاجانب وحتى التوانسه معناتها فما عزوف شويه معناتها بالاستثمار في تونس، هذا الكل مربوط معناتها بالمناخ الاجتماعي في تونس ومربوط بالوضع الامني في تونس اللي بدا يتحسن، وهذه ان شاء الله تكون السنه بدلت خير معناتها ان شاء الله مع الادوات اللي قاعده تقع على المستوى الجهوي ومعناتها اللي باش تقع على المستوى الوطني، وما فما الملتقى اللي باش يقع معناتها تحت اشراف السيد رئيس الحكومه زاد في الاسبوع الاول من شهر اوت، هذوما معناتها ان شاء الله اللي باش يرجعوا الثقه في التوانسه المقيمين بالخارج ويرجعوا لهم الثقه باش يوليوا يصبوا الفلوس بتاعهم ويدخلوا بقوه كالعاده ويوفروا لنا مواطن شغل ويعملوا لنا استثمارات كبيره على غير المقال اللي يقوموا به، معناتها هما بصمتهم واضحه راهو قبل عاملين برشا منهم اللي عاملين المشاريع وعاملين كل شيء وكانوا معناتها موفرين، والمشاريع هذه كانت توفر في برشا مواطن شغل للتوانسه والتو قاعده توفر، وزاد ما ننساوش معناتها السيوله العمله الصعبه اللي من خلال التحويلات نتاعها ولا من خلال معناتها المبالغ الماليه اللي تدخل بها تونس وتصرفها في البنوك التونسيه، معناتها رصيد هام للعمله الصعبه قاعد يجينا معناتها من تونسي بالخارج معناتها هما والسياحه معناتها قاعدين يدخلونا نحافظ عليهم. احنا معناتها عازمين وهنشوفوا معناتها قاعدين فرحانين بهم معناتها هما ولاد تونس وفرحانين بهم، واجبنا باش نفرحوا بهم باش نسهلوا لهم الامور الاداريه باش نسهلوا لهم الاقامه الطيبه نتاعهم باش نفرحوا بهم باش ترجع لهم معناتها الاطمئنين، خاطر حب تونس ما يشك حتى حد في حبهم لتونس في حبهم الوطن نتاعهم ورجوعهم لهنا بعد اهلهم وذويهم الا معناتها التعلق نتاعهم بالجذور نتاعهم وبتونس، وفهم الجينيراسيون الجديده نتاع المقيمين نتاعنا بالخارج، الجينيراسيون اللي فيها الباحثين الجامعيين فيها الاطباء فيها المهندسين فيها معناتها النخبه هذه معناتها الكبيره برشا هذه معناتها لازمنا نزيد نستغلوها، هذه الطاقات هذه نتاع العلميه هذه لازمنا نستغلوها في تونس معناتها ونجم يعاونونا بالكدا بحكم اطلاعهم بحكم تجربتهم على اعلى مستويات، ومعناتها احنا فخوريهم برشا ونأملوا ومتعشمين فيهم خير باش يعاونونا ان شاء الله في الامور هذه.